فضيلة الشيخ وفقكم الله، أسئلة كثيرة تسأل في مسألة واحدة، وهي يقولون إنه عرضت لهم شبهة، وهي كيف نرد على من يقول بجواز الدعاء عند القبر لنفسه مستدلا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم نسأل الله لنا ولكم العافية. أي ما سأل لنفسه خاصة، قال نسأل الله لنا العافية، إنما قال لنا ولكم، فهو تابع للميت. نعم.